متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية، حلقة جديدة من برنامج عيد وذكريات، وأكيد مثل ما عودناكم ننقل لكم الأجواء والتفاصيل ومعايدات الناس من المنطقة اللي نحن راح نزورها. وهاليوم احنا موجودين في منطقة باب جديد، هاي المنطقة اللي دائما وكل يوم وكل مرة نزورها نقشع وجوه جديدة، وبنفس الوقت الوجوه القديمة وناس تحكي الناس الذكريات والتفاصيل. خليكم معنا حتى نبلش حلقتنا لهذا اليوم وننقل لكم معايدات الناس في منطقة باب جديد. حلقتنا لهذا اليوم، واكيد الاجواء جميله جدا في منطقه باب جديد، وخصوصا احنا حاليا بمنطقه الشيخانات. خلنا ناخذ لقاء من الناس اللي موجودين بهاي المنطقه ونجي يم الشياب. السلام عليكم، شلونك عمو؟ انطينا مجال، خلينا نقعد يمكن على الفايلات صفر والوضعيه تخوف. شلونك بالبدايه؟ عليك الله، الله يخليك. نتعرف بجنابك الكريم عمر القلو. والنعم منك استاذ عمر ومن القلوات. بدايه كل عام وانت بخير بمناسبه ليالي راس السنه، واكيد خصوصا انه نحن حاليا مقبلين على اعياد الاضحى. اليوم احنا موجودين في هذه التغطيه حتى نتكلم عن ذكرياتكم، خصوصا انتم الفئات العمريه الكبيره، بمناسبه عيد الاضحى. فايش يعني لك او ايش تعني لك هاي المناسبه؟ والله عيد الاضحى يعني هو عيد فرحه للكل اول شيء، والعيد الاضحى تعرف الناس تذبح الضحايا وتوزع على الفقارة، ناس فقارة تعبانة كثيرة كنت تعبانة ساعتها، توزع اللحم واللي مثل ما يقول اللي الله، هل أكو ناس تطلع من إيده يعني مبالغ توزع على العالم بهالأيام الأشرار. يعني قصدك هذا العيد هو عيد الخير والبركة؟ خير والبركة للكل وإن شاء الله أخويا. طيب إيش قد مواليدك؟ 61. ما شاء الله، طول العمر يا رب. ايامكم كانت العيد او ايام العيد جميله، خصوصا بمواليدكم فتره الشباب؟ اي طبعا، اطيب من الساحه كان هذا 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 اكيد الجواب الرسمي انه اطيب، هاي منتهيين منه. بس ليش اطيب؟ اطيب كانت التريمة، كان يعني كنا جهال نطلع نلعب، ما على ما ينتهي العاب، هسه على ما ينتهي العاب يجي العيد ما تلاقي 100 واحد بيها، قبل ما ينتهي العاب تفوت ما تطيق تدخل على المدخل مال الباب ماله. بالعكس هسه تمني تلعب ازدحام اكثر، هسه يجوك الشباب تشوفوا من كل فج عميق. ايش كان عوائل تطلع؟ انت قصدك قبل كان العوائل اكثر، هسه صار بالعكس، هسه بس شباب. شباب اكثر من عوائل، انا قصدي على العوائل، عوائل اكثر من شباب. هسه حاليا شويه مدينه الموصل يقول لك يابا مدينه محافظه، انا بالنسبه لي اذا اطلع عائلتي اوديها على اقليم على الشمال، ما اوديها على مناطق بها ازدحام. ليش ما مناطقنا طيب؟ يجوز مثلا يقول لك ما بيها خدمات. كل شيء بيها، كل شيء بيها. ايش ينقص؟ والله ما ينقص اي شيء. لا والله ما ينقص اي شيء. سؤال عمو، هسه انتم هوني منطقه باب جديد، الاجواء جميله جدا، ايش تعني لك هاي العالم والهوسه والمنطقه اللي ما تنام؟ ما هي باب جديد مثل ما اقول هو نقول نص البلد. فالعالم اللي ساكنه به متعلمه على المنطقه. هسه انا كمثال اقول لك، انا بيتي ترى انا منطقه القلوات. وساكن بالملايين، يوميا المغرب اجي الا ازور باب جديد. الا الزوره، قرض فرض. قرض فرض. زين عمو، سؤال، عندك احد مزاعله او متلاقي معانه ومثل ما يقولون تريد تحاول ترضينه بهاي الايام المباركه؟ الحمد لله ان شاء الله ما نزعل احد احنا. اي والله لا كبير ولا صغير.
زين عمو، هسه انت اكيد جد وتنطي عيدانيات وعندك ميزانيه مخليه للعيد. احفاد من هنا ومن هنا مثل ما يقول، يعني من الاولاد ومن البنات الحمد لله. ايش قد تقريبا مخلي لكل واحد عيداني؟ والله بس بركه اخليها احسن. يا والله الله يجعلك طيب. زين عمو، ترى وقت العيد حلوه بمنطقه باب جديد؟ ايه ما حيتريقوني هنا، قد ما ياخذ ريق وعلى بيته كل واحد. يعني اول يوم ايه، والجيمر اذا كيلو 18 يصير 23 ب 4. والمشكله هم يشتروا ايه والله. رايك انت هسه كبديل للقمر، ايش ممكن نخلي كوجبه رئيسيه مثلا بفتره ريوق العيد؟ يعني البيض طبعا، هذا شيء اعتيادي يومي. القشوه اللبن الخاضر موجود حاليا. عندك احد بالبيت يجي الشكل من الصبح يعمل باتشا ويقول لك اخوي تعال نغيركم باتشا مال البيت؟ لا والله ما يقولون، ماكو شيء يقولون ما تسوق. اي والله روح جيب لنا على الحاضر، متحضر على الحاضر نتعلمه. زين نسوان قبل كانوا اذا يجي الرجال يقول لهم يابا اعملوا لنا تغيقه باتشا، يعملونها؟ يعملوها بالليل ويحضروها الصبح يتريقون بيها. انا ما مره مرتين كنت ريق بيها الصبح. هي البرمه اي قبل. زين استطيع تدخل المغامره عملي؟ لا خافونا. من تحب تعايد؟ والله عايد الكل اخويا، وعايد بالذات يعني والدتي. اي والله الله يخليك. وش تقول لها؟ والله اقول لها كل عام وانت بخير مثل ما يقول. الوالده ايش قد ما تحكي ما تجازيها، بس اريد رساله هيك بحيث من تشوفها تقوم تحضنك وتبوسك. انا لحد الان بعد عمري يعني وقت اللي ادخل عليها الى ما ابوسها ما ارتاح. اي الله يخليك اخويا. اي طبعا هي. وكل عام وانت بخير وشكرا جزيلا. الله يخليك اخويا. اذا متابعينا كملين جولتنا في منطقة باب جديد. خلينا ناخذ لنا هدف، نلاقينا شخص. السلام عليكم. مرحبا، شلونك؟ اولا كل عام وانت بخير ويا رب عساك بصحة وسلام. عزك الله يبارك فيك ويسر عليك ان شاء الله. بداية احنا في ليالي عيد الاضحى المبارك، هذا العيد الجميل جدا يمكن بكل تفاصيله، وخصوصا الحجاج يروحون على بيت الله ويدعون بالخير والبركة، وبنفس الوقت يمكن كل شيء يختلف عن العيد الصغير. احكي لنا انت ايش يعني لك هذا العيد؟ والله اول شيء مناسبة العيدية فرحة، عيد الاضحى فرحة مباركة على الجميع ان شاء الله، واجواء حلوة. زين ابدا اسالك سؤال، انت من سكنة باب جديد؟ لا انا سكنت الوادي حجر حي النفط. منك ونعم منك. منطقتكم حلوة أيضا بها الكثير من النفوس الطيبة، احكي لي على عاداتكم في منطقة وادي حجر، شلون تتعايدون الصبح، أشني هي المكانات اللي تزوروها، وعدكم أكيد جامع تلمون به كمنطقة؟ والله أول شيء هو جامع محمد رسول الله أقرب شيء علينا، ومنطقة شعبية ولمة حلوة بين الجيران، ويعني منطقة حيل حلوة مرتاحين بها. زين بما انه ذكرت لي انه منطقة شعبية، دائما المناطق الشعبية بكل شيء مميزة، بالطبخ، بالمناسبات، عندكم هاي العادات الحلوة مال انه واحد يعزم الاخ وبالعيد، تتزاورون بيناتكم، الاصدقاء، الاهل، اللمة ما بين الدواوين، احكي لي على هاي الاجواء وهل انت تحضرها؟ شيء اكيد نحضرها، والله وصف سابع جار. زين والمنطقة كلها منطقة شعبية، ناس تعايد ناس. زين ولمة حلوة بين الجيران، والجار يكون أجد من القرايب. زين سألت الحاج قبل شوي قلت له وصب تتغيق، قال أنا أتغيق بالبيت. أنت همينة من جماعة أن تغيق ليلة العيد أو أيام العيد بالبيت؟ أنا أبد مستحيل، بس يوم الجمعة ريوق بالبيت، يعني غدوية وعشوية كله بباب جديد. باب جديد. زين ايش راح تتغيق او ايش تغيقت هذا العيد، او شنو اللي ببالك من الاكلات اللي تحبها وتفضلها؟ والله هي المفضله كاهي وجيمر او باتشا او باتشا او مشويات، هذول الثلاثه المختصين بهم باب جديد. ايش رايك اذا نعمل لك التغيق خفايف فواكه على سوالف خفيفه؟ ما نقبلها ابد وما نرضى بها نهائيا. لا دايت ولا ريجيم، سلم لي. اكيد. منو تحب تعايد؟ والله اول شيء الاهل. زين وثاني شيء الجيران والاقارب. شخص غالي عليك تحب تعايد ومعايده شخصيه؟ والله الاعزاز كثار ما ينعدون ابد.
الله يحفظ اعزازك وشكرا جزيلا وكل عام وانت بخير. اهلا هلا بكل دم الف تاريخ. اذا مكملين متابعينا الكرام، هذا المنطقه او هذا المكان هو من المكانات الشعبيه. شوفوا طبعا اللمه، بس يشعلون الكاميرا كلهم يجون، بس المشكله انه تجي تعمل معي لقاء تعال يستحي. خلينا نخشع هون يا عمي، عمنا الغالي. السلام عليكم، شلونكم؟ صحه اخوال؟ بدايه كل عام وانت بخير خالو. خير الله يبارك فيك ويحفظكم، يا اهلا وسهلا بك. اليوم احنا في ليالي عيد الاضحى المبارك، هاي المناسبه العزيزه على قلوبنا كمسلمين. بدايه بيش تذكرك هاي المناسبه، وهل هذه المناسبه تخشعها جميله جدا من ناحيه الاجواء في منطقه باب جديد؟ والله فعلا، وبالذات باب جديد، يعني هاي المناطق العريقه القديمه، وصل التواصل يعني بالذات باب جديد مناطقها عريقه ومعارفهم بيناتهم يعني قدماء ناس وصلاء، واساس الموصل هم المناطق يعني باب. زين خالو، اريد اسالك سؤال، بما انه انت ما شاء الله مبين عليك من سكن باب جديد وعندك معلومه عن الناس اللي سكنوا هاي المنطقه، قبل ايش كانت اجواء العيد؟ ايش كنتم تنلمون اول يوم؟ وين كنتم تروحون؟ والله احنا قريبين على باب جديد، يعني ما من سكنه باب جديد الوصلاء، يعني قريبين احنا باب الطوب عليهم، بس باب جديد كمحط يعني لان بها تله ريما تجمع بين عده مناطق، النبي شيت وباب الطوب وباب القيش وباب جديد وباب البيض، ناس وصلاه طيبين، فكلهم مجمعهم في بهاي المنطقه، كلهم في تله ريما ايام العيد والخيول والالعاب. زين عمو، اكو دائما من ضمن العادات الجميله هي صله القرابه، يعني كنت مثل ما يقولون ولا زلت كاب او كجد تروح على اخوك وتروح على بيت اهلك، هاي العادات ما تشع شويه قلت عندنا بالمدينه؟ صله الرحم قلت، ورسول كان يوصي يعني بصله الرحم، من وصلها وصلني. فأسع يعني الظروف والبعد والمدينه كبرت ما مثل قبل، كانت القرب بالسكن يزيد رابطة الآسرة بالقربة، فأكو ناس بالأيسر في بعد يعني، وهاي الأحياء اللي وجدت الساعة استحدثت حديثا ما مثل ما قبل، جار يعني مع جار وقرابة، الجار كان أخ، الجار كان أخ وأهل، يعني بغض النظر عن بعد صلة القربة بيناتهم يعتبرون بيت واحد وعائلة واحدة وعشرة واحدة. هسا اللي فرقتهم الأفكار هذه اللي وجدت، يمكن الحروب لعبت دور كبير جدا. الحروب شيء ثانوي، البشر اذا راد يصل رحمه ويصلوا باي صله يقدر او باي طريقه يقدر ويوصل صله الرحم بينه وبين اقاربه، والشغلات الماديه وقله العمل وبعد التواصل عن طريق النقل ووجود التواصل الاجتماعي عن طريق الانترنت قلل من الالتقاء الشخصي يعني عمو، انه هاي كل هاي تراكمات اثرت على المجتمع، مسببات هذه اوليه بالتأثير على صلة الرحم والصلة بالقرابة بين الأقارب. بس أنت جاي مع منو هون هاليوم؟ والله احنا هاي ملتقانا هنا. أنت وعمو هون خي وشين عيد، وبداية كل عام وأنت بخير عمو. أنت ألف خير. الحمد لله على بيك. إيش قصاركم كأصدقاء؟ من زمان والله. قديمة هاي الصداقة الحلوة. عمو، بما أنه نحن عم نحكي على ليالي العيد وأيام العيد، أنت كنتم تقضون أيام العيد سوا؟ طبعاً جيران. والله على تل كريمة، على باب الطوب، وش عيصب ترهم. وحمامات قريبة هون بمنطقة باب جديد؟ ما بس ما العمرية. ايه. حليت العيد بيها؟ شلون؟ خلص جني مال الله قبل. كن حضرتم هاي الأجواء والهوسة مال العيد و... الأستاذ هوني هو الكل بالكل، شلون ما يحضر؟ يحضر ويجيب الجماعة معانه كله. ايه. دام هو الكل بالكل، الله يعطيكم طولة العمر، انتم البركي. عمو ذكرت لي انه حمام العمريه كانت هوني بمنطقه باب جديد، كان العالم يتجمعون وليله العيد يروحون هنوك عامه، يعني الالتقاء يكون بحمام العطارين والصالحيه وعبيدغه وحمام العمريه، هاي تكون مجمع ليله العيد الى الصبح، فوقت بزوغ الفجر هاي الصلاه. جامع اكو هوني جامع قريب عليك؟ معي جوامع عده، هذا جامع البشير، جامع كثير، بس احنا بباب الطوب، جامع الصابونشي، جامع الخضر، جامع الاغوات، فيصير المجاميع الشباب كلها بهاي الاماكن، واللي عاد يطلعون على ريوق على ابو الباشا على ابو التشريب القيم. اي من يوم يومه، من يوم يومه؟ يوم يومه من خلقته. نعم، والكليش عاد تعرف انت واصوليات العيد وصله وينامون ويقعدون عاد تبقى عاد صله التراحم. من تحب تعايد قبل ما نختم مع جنابك الكريم؟
والله أش يعني أقرب الناس عايدك أنت ونعايد هم أستاذ فيصل وعمر ابنه الله يحفظهم وزيادة من الصميدة عيهم خوش خوينا مع أصدقائنا وأخوتنا بالإعلام. زين أهلك ما تعايدهم؟ شلون أقرب الناس الأهل الأقارب الأخوة الأصدقاء وكل عام وأنتم بخير وشكرا جزيلا على هاي المعلومات. تحياتي لك يابا. مستمرين معاكم متابعينا أكيد، لكن بعد ما ناخذ فاصل ونرجع نكمل خليكم معانا. لقاءاتنا وجولتنا في منطقة باب جديد وعندنا لقاء آخر. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بكم. بداية كل عام وانت بخير وعساك بصحة وسلامة. آمين أجمعين يا رب. تعرف باسمك؟ أبو محمد. والنعم منك أبو محمد. خلي شوية نسولف ونحكي عن ليالي وأجواء العيد في منطقة باب جديد. طبعا هي تجي مثل ما يقولون جملة واحدة، لأن دائما كنا نسمع جاء العيد والسيارة باب جديد. سبحان الله. طبعا الآن يقول سبحانه مغير الأحوال ورحمة رب العالمين من تنزل نعمة بالله ونعمة بالله، يعني كنا في أسوأ حال ولكن رحمة رب العالمين كانت جدا عظيمة. نقول رب العالمين يديمها علينا، وبنفس الوقت يجب أن ما ننسى شهدائنا اللي راحوا. نقطة جدا مهمة جنابك الكريم العظيم، هذه تظل تحس في قلوبنا مع كل الأسف. اي والله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذه المدينة تمشي على الخير وعلى البركة، والله يصلح اللي ما صالح. أنت ذكرت بداية حوارك أنه هذه المدينة وهذه المنطقة تغيرت، بالسابق كانت مدمرة، هاليوم عادت والحياة دبت فيها من جديد. يعني قبل 3 سنوات كانت منطقة فارغة، حتى هي ما موجودين، ما بيها محلين، ما بيها أي محل. الآن الحمد لله الناس رجعت لبيوتها وعمرة المنطقة، والله سبحانه وتعالى خيره كثير علينا. ما تنام باب جديد، ما تنام بالصبح، لأن هذا الدلالة على الأمان. هذا الله يديم عليكم. قبل كان بالنهار، احنا ما عندنا أمان، والحمد لله. صدقت الحمد لله. خالو، أيام العيد كانت جميلة على أيامكم، على أيامكم أنتم فترة الشباب مالكم. أيامنا أحلى كانت، حتى ماكو عياد، من يجي العيد بس ينامون ياكلون يشربون، وهذا هو. سلم لي ماكو عياد، لا يفرحون أبدا. أيام الفرح راحت لن تعود أبدا. وشكرا جزيلا خالد.
مستمرين متابعينا ومشاهدينا اكيد. خلينا نروح على ابو الحمص، ريحه الحمص ماله طيبه، عيأشرنا هو عيقول، هو عيقول تعالوا عيعزمنا. خلينا نجي علينا. السلام عليكم، اشلونك صديقي؟ اخبارك؟ كل عام وانت بخير؟ بألف خير اخوي عاد. الله يبارك بيك. اشنو تحضيراتك للايام الجميله هذه، خصوصا انه اكو اقبال على اكله الحمص بهاي الفتره؟ والله الحمص البومبار عندنا القليه لحم. العافيه بالعافيه والله يرزقك. شوي خلينا نسولف على فقره العيد. انت كل عيد ما شاء الله تفتح؟ لا كل عيد ما نعس 24 ساعه. 24 ساعه ليل نهار يعني؟ بلش قد تفتيحتكم؟ 24 ساعه. انت لو كل المطاعم الهوني؟ نحن باب جديد وقتكم ناس تعلمت تفتح معنا، واقبال العالم تجينا وعلى الحمص وبومبار وعلى القليه تجينا من محافظات. محافظات من تجيكم؟ من محافظات بغداد، عندنا من الشمال. الله يديم عليكم، هاي نعمه جميله جدا انه اكو امن وامان. زين احكي لي اشون تغشع العيد هاي الأي... هذا العيد اشون تغشع؟ العالم تطلع ومتونسه الحمد لله، امن وامان والحمد لله، يجون عندنا معاميل. لقيت لك وقت تشتغل بنحو سعيد ولا ما؟ الله ما بيجي مجال عف باب رزقي تعيد بلبس القديم وهذا، وش يصير؟ خلي يصير من باب رزقي هذاك العيد ما اشتريته مع عيد هذول. فعلا هو باب رزق ترى مقدس، الواحد اذا يهتم بينه ويدارينه مثل ما يقولون انت ماكلكم، اذا دائما يكون بينه نظافه العالم كله زين. نحن تجينا علينا منو تحب تعايد؟ والله اصدقائي واهلي وناسي والدنيا كلها عايده، ما اخلي الدنيا كلها العالم كله تعايده. زين ما عندك احد متلاقي معاه؟ نقول اخوي ما عايد؟ ما ابد ما عندي كل احد. لا والله ابد ما عندي. عجب، ايه ما هو تمسك وتقول يابا عندك مشكله؟ ما حد يقول لك اخوي والله انا ما عندي عداوه، لكن العالم انك شعب يتكونون بالشر، هذا ايش قضيتهم؟ يعني الحمد لله الناس تعرفنا ومعروفين ونعم الحياة. شكرا جزيلا الله يرزقك. جماعه هوني تعال صديقي على الصور، اشونك اخبارك؟ لقطوك بدايه كل عام وانت بخير. وانت بالف خير عليك. صحه وسلامه. الله صحه وسلامه على جميع العراقيين. وبيك اشون تغشع؟ هذا طبعا هو السؤال معتاد، بس كل واحد له وجهه نظره برؤيه المكان. اشون تغشع ليالي العيد في منطقه باب جديد؟ والله الحمد لله والشكر، يعني ليالي العيد منطقه باب جديد خصنص، يعني ما شاء الله بالليل اجواء حيل، يعني حيل طيبه، يعني اكو ناس من الايسر يجون يتعللون هنا على على خلينا نقول الشغلات القديمه موجوده على الشيخانات على المطاعم. وانا الحمد لله والشكر من 2017 فتحنا هذا المطعم، الى حد الان احنا ما معزلين ليل ونهار. الله يرزقكم ان شاء الله. منزل خلاص الحمد لله والشكر. تتذكرون من بدايه ما بعد التحرير من رجعتوا كم محل كنتوا او كم محل رجع؟ تمام اتذكر والحمد لله والشكر، ورا يعني ورا ثنتين ثلاثه بالليل اكو عالم من ليسر يعبرون يقولون اكو مطعم باب جديد ما يعزل خلاص. اول عيد مر عليكم وخلينا نقول بعد التحرير تتذكروا؟ اول عيد مر علينا بعد التحرير تمام ايه اتذكر. شلون كان؟ والله مثل هسه والفرحه والهوس؟ لا طبعا لا طبعا، اكو الناس كانت بعدها مكسوره، بس هسه الحمد لله والشكر نست هاي الهموم ونست هذه، يعني بجهود قوات الامنيه وبجهودكم ويعني الحمد لله والشكر الاجواء الموصليه رجعت الى حياتها الطبيعيه الى قبل، واحسن واحسن ان شاء الله. من تحب تعايد؟ والله عايد جميع العراقيين واخوتي واصدقائي واهلي وناسي ومعاميلي اللي يجوني هنا على على الاكلات الطيبه. شكرا جزيلا لك. ميت الهلا بيك على راسك. الله يسلمك. مستمرين بهذه الجوله في منطقه باب جديد، لكن بعد ما ناخذ فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا.
دائما في منطقة باب جديد تتميز بالبساطة وبنفس الوقت الأسعار رخيصة جدا، سواء الأكل سواء حتى عندك هاي البضائع هاي السوالف. الناس هوني ترضى بالقليل وترضى بالربح القليل. خليكم معانا حتى ناخذ لقاء. جماعة شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. خلينا شوي نسولف معاكم. شلونك صديقي العزيز؟ الله يسلمك، شلونك؟ بداية كل عام وانت بخير ويا رب عساك من عواده. بمناسبة قدوم عيد الأضحى عاد الله علينا وعليكم بالخير والبركة. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، مقدما علينا وعلى جميع شعب العراق وشعب الموصلي خاصة. شنو رأيك بأجواء منطقة باب جديد؟ والله تميز باب جديد بالرخص ومناطق شعبية تختلف عن بقية المناطق، يعني أجواء كلش طيبة. جنابك وين سكنك؟ سكني بالرسالة. الرسالة. منطقتكم بالرسالة كان بيها أيضا عادات وطقوس جميلة جدا في فترة العيد، احكي لي عليها. والله تختلف طبعا أجواء العيد، تختلف كل من منطقة لمنطقة، تختلف أنه الأقارب تروح تجي، الناس تروح على بعضها، يعني أجواء كلش طيبة. زين، أنت ايش قد مواليدك؟ أنا مواليد 90. طول العمر، جماعة التسعينات دائما شوية وضعيتهم تعبانة، دائما يا تشوفهم ماكو تعيينات، يا شوف شغل ماكو، لكن دائما الحمد لله وشكل احنا نكابر. الحمد لله، الحمد لله. أيامكم أيام العيد تشوفها حلوة، يعني خصوصا ذكرياتكم أنتم جماعة التسعين؟ يعني هسه لو قبل؟ لا قبل. لا هسه هيك هسه غاسلين ايدي انا، بس نحكي على قبل. لا قبل طبعا، فترة الطفولة. اي اطيب اطيب، لان عام الخال. اي العام الخال، القرايب كلها تجتمع ايام العيدانية كانت شوية زينة، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي استفادينا. ايش قد كنت تجمع؟ والله خير من الله. من الله 70 80. لا ماكو ماكو شيك شيء. قبل ما كان اكو شيء يعني مادة. لازم دحق، هو اللي عنده خالات وعمات ومثل ما يقولون عنده عزوة يحصل خوش مبلغ. اي طبعا، اللي ما عنده هذا الله يعينه. انا بالطفولة كنت ساكن بالجرية طبعا. ايه الجرية حلوة خصوصا بالاعياد، اطيب من المدينة. الذبيحة او القرايب كلها تجي على الجرية، تختلف اللي عندهم فاتحة الناس تجي عليهم، اللي هيك يعني. واللمة مالتكم والصينية واللي بين الخاثر والغدوية. اي والله هاي الاجواء بصراحة، يعني اذا واحد يريد يرست يطلع على الجرية. خلينا نحكيها من الاخير، والطبيعة مالتكم شلونها؟ طبيعة، الطبيعة كلش حلوة بالجرية. وين بالضبط؟ قريبة على النهر؟ قريبة، لا بين تلعفر وبين سنجار. ايه عندكم مكانات سياحية هنوكا مثلا، مكانات تتجمعون بيها تطلعون بيها سفرات؟ لا احنا بس ايام الربيع تصير طيبة. ايه بس الايام الاعياد القرايب كلها من الموصل من سنجار من بعاج كلها تجي على الجري. نعم منكم، حلو بيكم هذا التنوع، حلو بيكم هاي الروح الطيبة. منو تحب تعايد؟ خصوصا انت ما شاء الله ذكرت لي ثلاث مناطق، انت جايب باب جديد عندك معاميل، وبنفس الوقت انت من حي الرسالة وعندك الجرية، عايد وراحتك. أنا عايد أحمد العالمي، وعايد صديقي علام، صديقنا الغالي الله يسلمك. أيوة. عاد من تحب تعايد؟ عايد طبعا الأهل والقرايب، وعايد أخويا اللي هو بالخارج. أيه. كل عام وانت بخير مرة أخرى، شكرا شكرا جزيلا إليك. خليكم معنا متابعينا، خلينا ننقل هاي الأجواء الجميلة، خلينا نشعو الشرينة ما شاء الله. شعك وهؤسة يمو، الوضعية يمو طبعا عابرة خوش مرحلة. صديقي شلونك؟ اريد افتر لك بس ما اعرف من افتر لك. راح اجيك منو هاني؟ مصور نعطيك شعنا هسه منورين احنا. شلونك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير عيوني. شغلايتك حلوه وخفيفه ونظيفه، بدايه كل عام وانت بخير. بخير. صحه وسلامه. عيوني غالي وغالي قوي. تحب تعايد احد من اصدقائك؟ من الناس اللي تحب؟ كل عام وانت بخير الجميع ان شاء الله. وبعد منو؟ وبعد منو؟ اكيد هذا اللي يصور. جبار. صديقك؟ هذا اخ عزيز. والله والنعم منكم. ايش خل مواليدك؟ 2007. 2007 وما شاء الله تشتغل؟ فضل من الله الحمد لله والشكر. وصف سكنك بين منطقه؟ باب جديد. ها ابا عن جد باب جديد. باب جديد حلو بيكم انتم هاي الفئات الشابه الجميله. احكي لي ولو شويه، غير رجعك بالزمن فتره التحرير، هاي الاجواء هاي عطيك شعر هسه اللمه والاصدقاء والمحبه. احكي لي ايش حسيت من فقدته؟ والله شيء يعني غريب كان. الحمد لله هسه رجعت الحياه والامان والاستقرار، وهاي قدامك الجواز تشوف. شغلايتك باب جديد ما تعزل ليل نهار. ليل نهار ما تعزل، شغلايتك حلوه ونظيفه، ايش شلون تعلمته؟ والله هي نفس ما نقول جت فكره من اهل تركيا
والعالم اخذته. اشتغلت ما شاء الله، هسه حاليا منتشره بكل مكان هاي الشغله. الحمد لله بفضل الله جميع المحافظات منتشره. زين، اشنو اللي يميز الشنينه مالتك او اللبن مالتك؟ هو اللي يميزه هذا اللبن. هذا اللبن. اللبن الغنم. هو لبن غنم خالص. زين، هذا له فتره معينه، له وقت معين؟ له فتره طبعا. هو مرحله الصيف فقط. ليش تعملونه فريش؟ يعني ليش مثل ما يقولون من الثلاجي قبل على هذا؟ يعني اذا ينترك وقت يحمض او يصير بينه شيء؟ شلون يحمض؟ كميه قليله تخلص نجيب جديد، ما نخليه يحمض، يعني اول شيء الجو حار. زين صديقي العزيز، ايش تخشى عقبال الناس بفتره الصيف هسه بهاي الحر هذا؟ الحمد لله والشكر الشغل مليح فضل من الله. زين، انت كنت بالبيت من كنت صغير؟ من كانت تصيغ الدور ما كنت تعمل شنينه انت؟ لا. لكن منو كان يعملك؟ حجيه بالبيت. الله يحفظك اياه. زين، ليش ما عيطت؟ ليش ما قلت لك العام وانت بخير؟ حجيه علينا وحشم، ما بالله فعليه ياخذكم يوديكم سفره. والله تبشر. والله والنعم منك ومنا. كل عام وانت بخير مره اخرى وربي يرزقك ان شاء الله. تسلم لي تسلم لي. متابعينا الكرام، خليكم معنا بس خلينا شويه نعبو من هاي الفواصل. فعليا الاجواء هون بمنطقه باب جديد مثل ما قلت لكم تتميز بالمحبه. هون يجون على البساطه، على الرخص مثل ما ذكر قبل شويه صديقنا اللي كنا معانا لقاء، وبنفس الوقت استرجاع للماضي. الناس الكبار بالعمر من يجون يقعدون هون بالشيخانات يرجعون شباب بسوالفهم وبضحكايتهم وبمواقفهم الحلوه. فهي هاي منطقه باب جديد. خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل معاكم. اتمشى بالجهه الاخرى من منطقه باب جديد تفاجأت بكميه جميله من المطاعم الحديثه المودرن، خصوصا هاي هون المنطقه. يعني فرحت انه اكو هاكد بنايات، اكو هاكد تطور. مثل ما نعرف انه منطقه باب جديد هي من المناطق الشعبيه، ولكن اليوم دخل التطور من خلال المطاعم اللي احنا نسميها بها الاكلات الشرقيه والغربيه. فخلينا نتعرف على الناس الموجودين هون ما شاء الله يا مكثرهم. سلام عليكم. عليكم السلام اخوي، اهلا وسهلا. تعرف باسمك؟ يونس. أبو ذنون، بداية كل عام وأنت بخير ويا رب عساك بصحة وسلامة بمناسبة قدوم أعياد الأضحى اللي هي من الأعياد الجميلة والعزيزة على قلوبنا نحن كمسلمين. وأنت بعد بخير صحة وسلامة إن شاء الله على الجميع. خي شوي نرجعك بالزمن، ولو أنت ما شاء الله هم مبين عليك تسعينات يعني، لكن خي نرجعك بالزمن إلى ذكرياتك مع العيد. شنو ذكرياتك مع العيد ومع هذه المناسبة الجميلة؟ والله ما شاء الله كانت ذكريات حيل جميلة. أيام قبل أيام يعني بيها شيء من الطفولة كانت كلش حلو جميل، ذكريات قديمة مرتبة الحمد لله. بس هسه اكو تطور غير، اكو شيء اختلف. الاختلاف انه العيدانية سلم لي بعد ما تشوفها. خلصنا. قبل كنتوا انتوا تاخذوها، هسه يمكن انتوا مطالبين توزعوها. وإذا أنت ما شاء الله عندك أخوة كثار سلم لي ميزانية يوميتك تروح. الحمد لله عندنا أخوة عندنا أطفال وكلنا نوزع لهم. زين خلينا نتعرف على صديقك أو شوف منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف باسمك؟ حسام، صاحب مطعم عاشور. والله والنعم منك حبيبي استاذ حسام. اليوم احنا رساله كلش حلوه من خلال زميلك اللي تفضل بالكلام، قال انه احنا عندنا رساله انه ندخل اكلات غربيه او اكلات جديده على هذه المنطقه، وبنفس الوقت هي رساله انه هذه المنطقه بدت تعود من جديد، خصوصا القاصي قبل الداني يعرف ماذا حدث في منطقه باب جديد. نعم والله انه هاي المنطقه تستاهل هيك شيء، يعني خوش وهيك مطاعم وهيك ترتيبها، واحنا علينا يعني شباب سوينا شيء مختلف، يعني باب جديد انه وصل رساله انه يعني باب جديد تستاهل انه هيك مطاعم، وهي من زمان هي اهل المطاعم والقعدات الطيبه من زمان.
زين، خلي نتكلم عن موضوع العيد بما انه نحن اليوم في هاي الايام المفترجه والايام الجميله. عندك احد من الحجاج راح على الحج؟ عندك احد تتمنى انه يدعي لك اذا شاف اللقاء مالتك؟ طبعا طبعا الحجي والحجي اكيد الله يحفظهم ان شاء الله. راحوا هاي السنه؟ والله سلام ما راحوا. اي والله ما طلعوا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنولوها. زين بعد ما عندك احد من قرايبك شيء تنومس باحد الحجاج؟ والله طلعوا كثير طبعا. اي بس هي تعرف الحج الا يطلع اسمه يعني طلعوا منه كثير. طيب شنو توجهون رساله للحجاج مال الموصل، الحجاج مدينه الموصل اللي حاليا هم مارسون الطقوس الجميله والعادات للدين الحنيف، شنو توجه لهم رساله؟ والله ان شاء الله كتب لهم اللي هم رايحين لاجله ان شاء الله يكسبون الاجرها، ونتمنى انه يدعوا لنا بالخير والسلامه وتعم الامن على الموصل ومدينتنا الحبيبه الحمد لله. ان شاء الله ما ينسونا بشيء. شنو أمنيتك ومن تحب تعايد، من تحب تقول له كل عام وانت بخير، وأشنو رسالتكم المهمة جدا من اختاريتوا منطقة باب جديد وفتحتوا بها هذا المطعم وما حد جاء عليكم قال لكم يا والله احتمال منطقة تعبانة؟ والله طبعا عايد الكل الأصدقاء والأهل فهم من اختارين هالمكان، يعني أنه ماكو شيء بل تطور وبهالأكلات، فإحنا ردنا نسوي شيء مختلف. هاي نقطة مهمة بما أنه أنتم حاليا أصحاب هذه المشاريع البسيطة، شنو توجهون رسالة للمستثمرين من خارج الموصل أو من أهالي الموصل اللي بالخارج؟ شنو توجهون لهم رسالة وتقول لهم يابا لا تستثمرون، عوفوا الموصل ما تفيدكم؟ لو تقول لهم يابا تعالوا شوفوا الشغل، تعالوا شوفوا الحياة، شنو رسالتك؟ لا طبعا طبعا يجون ويستثمرون، الموصل صارت أحلى بكثير يعني من قبل، وبعد سنة وسنتين وثلاث سنين تنهض لأحسن إن شاء الله. وهاي رسالة جميلة منك، ونحن همينا كقناة الموصلية ندعو أي شخص يحب يستثمر في مدينة الموصل، هي مدينة الأمن والأمان، ونتمنى نشوف أكو مصانع، نتمنى نشوف أكو ناس أو شباب مرتبة تشتغل بهذه المكانات، لأن فعليا العراق ما يلوق به غير الفرح، وفعليا بلدنا ومدينتنا ما يلوق بها غير الفرح. شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. أهلا وسهلا حبيبي. مثل ما تابعتوا متابعينا الكرام، شباب عندهم إمكانية واختاروا هذه المنطقة، للي ما يعرف منطقة باب جديد وللي ما يعرف ما حدث في مدينة الموصل، على سبيل الذكرى للتذكير أنه هذه المنطقة قبل سنوات كانت مهملة وكان أكو الكثير من الأراضي الفارغة والمنازل المهدمة. اليوم هذه المدينة وهذه المنطقة تعود من جديد مثل ما شئتم. هاي كانت جولتنا في منطقة باب جديد، خصوصا انه احنا كل عيد نجي ونخشى اكو تطور، وكل عيد نجي نخشى اكو اجواء جميلة جدا. انتظرونا في برامج اخرى، والى ان القاكم تقبلوا تحياتي الكادر وتقبلوا تحياتي انا محمد البكري، مع السلامة.